برلمانيون يطالبون بحضور العثماني عاجلاً إلى جلسة حول إغلاق 8 مدن. كورونا تقتحم اليوسفية بعد أشهر من الصمود وتظهر مجدداً بالصويرة. بحاويات مهترئة، شركة آسفي للبيئة تستعد لعيد الأضحى وتكرس فشل التدبير. في زمن كورونا، كيف استقبلت الأسر الأسفية عيد الأضحى المبارك؟ منخرطي الودادية السكنية بيتي يكشفون اختلالات المكتب المسير أمام عمالة آسفي. المديرية العامة للأرصاد الجوية تتوقع أجواء حارة غدا الأربعاء. وفي الرياضة، عودة لاعبين من فريق أولمبيك آسفي كانوا عالقين بالخارج. وفي خبر آخر، التعادل السلبي يحسم مباراة الدفاع الحسني الجديدي والرجاء الرياضي. نشرة الأخبار من صافي جود، أهلا بكم. وجه الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية طلبا إلى رئيس لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنة وسياسة المدينة بمجلس النواب حول عقد اجتماع عاجل بحضور الرئيس الحكومة سعد الدين العثماني. ففي سابقة برلمانية طلب الفريق الاستقلالي بحضور رئيس الحكومة من أجل تدارس موضوع قرار إغلاق بعض المدن بشكل مفاجئ. وذكر الفريق البرلماني أن القرار تم دون مراعاة المدة الزمنية لتطبيقه والظروف الإنسانية وأجواء عيد الأضحى وما خلفه من ارتباك لدى المواطنين ومآسي ومعاناة وأضرار معنوية وخسائر مادية نتيجة حوادث السير، دون أن تتقدم الحكومة بأي توضيحات بشأن هذا القرار المطبوع بالارتجالية وسوء التدبير للمرحلة العصيبة التي تجتازها البلاد. بعد أزيد من 5 أشهر من اليقظة داخل إقليم اليوسفية، يخترق فيروس كورونا الجدار بتسجيل إصابتين بالفيروس بإحدى الضيعات بجماعة الخوالقة. ويبقى هذا الرقم مبدئيا ومرشحا للارتفاع في انتظار صدور معطيات رسمية عن المديرية الجهوية للصحة بمراكش لعدد المخالطين. مدينة الصويرة بدورها تسجل حالتي إصابة أمس الاثنين بفيروس كورونا المستجد، بعدما ظلت المدينة لأزيد من 2 شهر بدون رصد أي عدوى بالفيروس التاجي. الحالتين اللتين تم رصدهما هما مخالطين لسيدة كانت تعاني مرضا مزمنا وكانت تتلقى العلاج بأحدى المصحات بمراكش قبل أن تسوء حالتها ويتم إخضاعها لتحاليل مخبرية خاصة بالفيروس ليتأكد أنها أصيبت بكوفيد-19 قبل أن وفيها المنية بمدينة مراكش بعدما ازداد وضعها الصحي سوءا. السلطات المحلية بالصويرة سارعت إلى تطويق الحي الذي تقطن فيه المصابة الأولى قبل وفاتها لمحاصرة انتشار عدوى فيروس كورونا كإجراء استباقي في إطار الاستراتيجية التي تبنتها السلطات العمومية بالصويرة. وبذلك يرتفع عدد الحالات المؤكدة بإقليم الصويرة منذ بداية انتشار الوباء إلى 7 حالات، ضمنها 2 يتلقيان العلاج حاليا و4 متعافين وحالة وفاة واحدة و7425 حالة مستبعدة بعد تحاليل مخبرية سلبية، فيما لا زالت قيد الانتظار 146 تحليلة مخبرية. على خلاف العديد من شركات النظافة بمدن مغربية والتي تتخذ إجراءات خاصة مرتبطة بالتعاطي مع فترة عيد الأضحى المبارك، ما زالت الشركة المفوض لها تدبير النفايات بأسفي تغط في نوم عميق. الفشل في التدبير العادي للنفايات على مستوى جميع أحياء أسفي يقابله خمول كبير في تكريس تهيئ خاص لاستقبال مناسبة عيد الأضحى المبارك، مع ما تستلزم هذه المناسبة من تعبئة خاصة لأسطول وعمال الشركة. تقرير في الموضوع مع أمين جلوالي وإبراهيم بلهرادي.
عيد الأضحى مناسبة دينية ذات طابع روحاني واجتماعي خاص، وهي المناسبة التي تشهد فيها شوارع المدينة ارتفاعا في كمية النفايات المرتبطة بمخلفات الأضاحي. المناسبة وبقدر ما تتطلبه من تعبئة خاصة من لدن مسؤولي النظافة، فإنها تشكل فرصة كي يبرز المواطنون مفهوم الوعي الكامل بنظافة الحي ووضع النفايات بالحاويات المخصصة لها. وبقدر ما يدرك العديد من المواطنين وعيا كاملا بالدور المنوط بهم في تجميع النفايات ووضعها بالأماكن المخصصة لها، فإن الوضعية المهترئة والمتردية لجل الحاويات الموضوعة بجل أحياء وأزقة أسف ترسم صورة قاتمة عن تدبير مفوض ما زال يئن تحت وطأة العشوائية وعدم القدرة على التعاطي مع هذا القطاع بنوع من المسؤولية والتدبير العقلاني. غياب حملات التحسيس من طرف الشركة المفوض لها تدبير النفايات بأسف يقابله أيضا صمت الجماعة الحضرية حول الفوضى التي تعم تدبير هذا القطاع. ومع ضرورة توفير الكثير من الجهد والقليل من الأفكار، يؤكد وضع الحاويات وتراكم النفايات بمختلف أرجاء المدينة أن أي حديث عن نجاح التدبير المفوض للنفايات في تحقيق الغاية المرجوة منه هو مجرد أحلام وخطابات جوفاء تتكسر حقيقتها على صخرة واقع شاحنات مهترئة وحاويات مكسرة. خصوصا خويا العيد قريب دابا، كنشوف أن أسفي تقريبا كله الحاويات ديال الزبل ما يمكنش يكفو بهذاك الزبل ديال نهار العيد. نهار العيد كيكون بزاف ديال الناس اللي كيلحوا البقايا ديال الحاوي ولا ديال الكبش. المشكل ديال هاد الحاويات الازبال ما عملوش شي استراتيجيه باش على حساب العيد ان شاء الله باش يكون واحد ما يكونش داك الضغط كثير. يعني كما كتشوف دابا الا دورتي الكام ديالك غتشوف هاد الحاويه عامره، ما يمكنش لان العيد فيه بزاف. دابا انت شوف دابا معايا الدخله ديال اسفي، غتدخلوا غتلقى حاويه عامره بالكراتن بحكا، يعني غتقرا ليماج ديال اسفي كامله غتقراها في هذيك. بهذه الحاويات تستعد شركه اسفي للبيئه المفوض لها مهام الحفاظ على النظافه بمدينه اسفي، فعيد هذه السنه من المفروض ان يمر في اجواء اكثر نظافه ونقاء، لكن باسفي المشهد يختلف تماما. ازبال متراكمه في كل مكان وحاويات مهترئه وغياب أي حملة للتوعية والتحسيس، مما دفع المواطن إلى التساؤل وراء هذا الاستهتار الكبير لمسؤولي الشركة وغياب أي مراقبة أو معاينة ميدانية للوقوف عند كل الأعطاب وإصلاحها قبل أن يتحول يوم العيد إلى كارثة على البيئة، خاصة وأن كمية النفايات تصل إلى 4 أضعاف خلال هذه المناسبة. مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تعيش أسواق بيع الماشية بإقليم أسفي هذه الأيام على إيقاع الدينامية المعهودة التي ترافق الاحتفال بهذه المناسبة الدينية الاجتماعية، والتي تطغى عليها هذه السنة التدابير الاحترازية المتعلقة بمحاربة والحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد. فبالرغم من استئناف العديد من الأنشطة الاقتصادية في عدد مناطق حاضرة المحيط، إلا أن الوضع الاقتصادي لا زال يعاني من تداعيات فيروس كورونا المستجد، وبالتالي فإن معاناة المواطنين لا زالت مستمرة مع الأزمة الاقتصادية. في المتابعة مع عبد الكريم جيمر وحاتم شهيدي وتعليق جواد الرجراجي. يشهد سوق بيع الأضاحي بمدينة أسفي هذه السنة حركة تجارية ضعيفة قبل يومين من حلول عيد الأضحى، متأثرا بضعف السيولة بين أيدي المواطنين جراء تبعات جائحة كورونا بسبب الحالة الاقتصادية من جهة، والإجراءات الوقائية التي اتخذها المسؤولين للحد من الاختلاط وانتقال العدوى بين المواطنين من جهة أخرى. أولويات الإنفاق خلال الجائحة والأزمة الاقتصادية والاجتماعية التي خلفها هذا الوباء على المواطنين جعلت من شعيرة الأضحية مسألة ثانوية خلال الموسم الحالي لدى بعضهم، وجعلت من البعض الآخر يتحامل على نفسه من أجل اقتناء أضحية العيد.
الله يمعدي بالله حلفت لك بالله يمعدي العيد باقي ساعة خداماش ما قاعدة لنا كاين أنا وولدي ما خدامينش عاد حبسوا دابا حبس من رمضان وحابسين وأنا بحالي بحال الناس هنا وأجي 24 25 23 والعام هذا العام اللي فات ماشي بحال هذا العام هذا العام بنادم مخلوع من الوباء ومرة الضحية مرة طالعة مرة زايدة مرة التداعيات الاقتصادية والاجتماعية لفيروس كورونا لم ترخي بظلالها فقط على المواطنين بل شملت أيضا الفلاحين ومربي الماشية الذين كانوا يعقدون آمالا كبيرة على حلول العيد من أجل بيع ماشيتهم التي كلفتهم الكثير من المصاريف طيلة السنة ليجدوا أنفسهم في الأخير أمام سوق مليئة بالأضاحي وقلة المشتري وانخفاض الثمن. والمشكل كاين في الفلوس ما كايناش فلوس قليله شويه ما تبارك الله الخير موجود انت كتشوف الخروف ديال 30 ب 20 الخروف ديال 40 ب 35 المهم الكساب اللي واكل دق واحد شويه حول العام ناقصوا في الثمن والفلوس ما كايناش الناس راه ماشيه والله الله يشتوي ديال الخير الله يصوم وقت راه مشوره دائما عندنا كيسوى 50,000 بين 40 35 باش بانها. الوضعية الاجتماعية والاقتصادية لدى الطبقتين المتوسطة والفقيرة في آسفي أمامها أشهر طويلة للتعافي من تأثيرات فيروس كورونا خاصة أن عددا من المناسبات قادمة ستزيد من تأزيم الوضع المالي للأسر ويتعلق الأمر باقتناء كبش عيد الأضحى والاستعداد للدخول المدرسي المبكر هذه السنة. هم منخرطي الودادية السكنية بيت تجزئة رياض عبدة اضطروا إلى خوض وقفة احتجاجية صباح اليوم الثلاثاء أمام مقر عمالة آسفي منددين بتماطل المكتب المسير للودادية في الوفاء بإنهاء أشغال التجهيز المتعثرة منذ 3 سنوات ويطالبون السلطات بالتدخل لمعالجة الوضع لنتابع مع إبراهيم بالهردي وأمين جلواني. في وقفتهم الاحتجاجية كشف أغلب المنخرطين الذين يفوق عددهم 179 منخرط بالودادية على أنهم قاموا بتسوية الوضعية القانونية والمالية للمباني وحصلوا على رسوم التسجيل والتصاميم وحصلوا أيضا على رخص البناء بل منهم من شيد منزله قبل أن يتفاجأ بعدم تزويده بالماء والكهرباء بعد أن أخبروا بضرورة تقديم مصاريف مالية أخرى مرتبطة بتسوية الوضعية مع الوكالة المستقلة للماء والكهرباء المكتب المسير للودادية لم يفي بوعوده المنصوص عليها في الاتفاقية بتزويدهم بالماء والكهرباء ويطالبهم بزيادة إضافية في المستحق دون توصلهم بتقرير مالي يوضح فيه ملابسات هذه الزيادة بعد أن أكد المحتجون أن مكتب الودادية يواجههم بالحديث عن ديون ما زالت عالقة بذمتهم لدى الوكالة المستقلة للماء والكهرباء تناهز مبلغ 125 مليون درهم. احنا منذ 2009 هاد الودادية قائمة ادينا جميع المستحقات اللي علينا كان وعدنا المكتب بانه غادي يتم بموازاة مع البناء حيث ان حصلنا على التصاميم والرخص بموازاة مع البناء سيكون اتمام التجهيز وهو الماء والكهرباء لكن نفاجأ بعد اتمام البناء نفاجأ بانه يعني المكتب لا زال مدينا للوكالة المستقلة للماء والكهرباء بمبلغ ديال 125 مليون نفاجأ بان المكتب يطالبنا بزيادة اضافية دون أن يأتي بتقرير مالي يوضح فيه ملابسات هذه الزيادة تعلمون جديدا أن الأمر يتعلق هنا بودادية سكنية يحكمها قانون الجمعيات وأن الودادية مطالبة في كل 3 سنوات بالإدلاء بتقرير مالي يبين الوضعية المالية للودادية لأن هذا المكتب هذا كينقض دائما العهود دياله الآن الوضعية هي أن الودادية المنظومة ما كاينش الإنارة العمومية غائبة يعني كلها الودادية كلها الآن بحال شي أطلال كتخاف أنك تخرج في مورا المغرب
تتوقع المديرية العامة للأرصاد الجوية بالنسبة ليوم غد الأربعاء أن تكون الأجواء حارة نوعا ما إلى حارة بكل من منطقة سوس الجنوب الشرقي السيس السهول الداخلية وجنوب المملكة، وستتشكل سحب منخفضة مرفوقة بكتل ضبابية بالقرب من السواحل وذلك خلال الليل والصباح، فيما ستتمركز سحب غير مستقرة مصحوبة بزخات مطرية ورعد فوق كل من الأطلس ومناطق المجاورة الريف المنطقة الشرقية والجنوب الشرقي للبلاد. وسيكون الطقس مستقرا مع سماء صافية قليلة السحب بباقي أرجاء المملكة فضلا عن هبوب زوابع رملية بالأقاليم الجنوبية الجنوب الشرقي وجنوب المنطقة الشرقية، كما سيلاحظ هبوب رياح قوية شيئا ما بالأقاليم الجنوبية. والآن إلى أخبار الرياضة مع جواد الرقرقي. عودة لاعبين من فريق أولمبيكا سفي كانوا عالقين بالخارج، والتعادل السلبي يحسم مباراة الدفاع الجديدي والرجاء الرياضي. أكدت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم أن قرارات وزارتي الداخلية والصحة لن تكون لها أي تأثيرات على السير العام للمنافسات أو تنقلات الأندية بين المدن، كما أن قرار منع التنقل انطلاقا من أو في اتجاه مدن طنجة، تطوان، فاس، مكناس، الدار البيضاء، برشيد، سطات ومراكش لا يعني الأندية الوطنية في تنقلاتها لخوض المباريات الرسمية، على اعتبار أن مكوناتها عبارة عن أشخاص عاملين تنطبق عليهم حالات الاستثناء. هذا وقد استؤنف أمس الموسم الكروي بعد توقف دام الأزيد من 4 أشهر بإجراء مباريات الجولة 23 من منافسات القسم الوطني الثاني المبطورة من مباراتين أجلتا إلى الأربعاء المقبل، مباراة وداد تمار أمام النادي القنيطري والمغرب الفاسي أمام جمعية سلا بسبب ظهور حالات إصابة بفيروس كورونا في صفوف الكاك والماس. وفي خبر آخر، ستتجه الأنظار اليوم لملعب العبديب الجديدة حيث سيكون مسرحا لمباراة مثيرة مؤجلة عن الجولة 9 بين الدفاع الجديدي والرجاء الرياضي. ويحتل الفريق الجديدي المركز 8 برصيد 25 نقطة من أصل 18 مباراة، بينما يأتي الرجاء في المركز 6 ب 28 نقطة من أصل 15 لقاء. وما سيزيد قوة المباراة هو الجدل الذي أثارته حيث تمرد الرجاء على لجنة المسابقات قبل فترة التوقف ورفض لاعب اللقاء بسبب التزاماته بمباراتين في الجزائر. وفي النهاية قررت الجامعة إعادة المواجهة بعد انتظار طويل، وهو ما أغضب الدفاع الحسني الجديدي وجماهيره بشدة. ويشكر الرجاء غياب لاعبين مهمين أبرزهم بين مالونغو ونغوما المتواجدان حاليا بالكونغو وإلياس الحداد الذي ما زال في هولندا ومحمود بن حليب ومحمد الدويك بسبب الإصابة. وفي المقابل يعاني الدفاع الجديد غياب لاعب مؤثر وهو المدافع بكاري نضاي. وبهذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه النشرة. للمزيد من المعلومات زورنا على الموقع الإلكتروني safigood.com. نهاية النشرة، إلى اللقاء.